أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في أصول الكافي في باب الحجة باب أن الأئمة عليهم السلام ولاة أمر الله وخزنة علمه جمع الكليني رضوان الله تعالى عليه في هذا الباب بعض الأحاديث الدالة على فضيلة عظيمة من فضائلهم عليهم الصلاة والسلام وهي انهم ولاه امر الله وانهم خزنه علم الله وايضا امور اخرى فضلهم الله سبحانه وتعالى بها على سائر خلقه الله سبحانه وتعالى حينما خلق العالم بنى امر خلق العالم على التفاضل في كل شيء سواء في الماديات ام في المعنويات مثلا بالنسبه الى الفواكه الله سبحانه وتعالى يقول ونفضل بعضها على بعض في الاكل لذا تجد فاكهه جيده وفاكهه رديئه أو تجد نوعًا أفضل من نوع. مع أنها تسقى بماء واحد والأرض واحدة. لكن الله سبحانه وتعالى فضل بعضها على بعض. الناس كذلك الله سبحانه وتعالى صحيح جعل تركيبتهم الجسدية متماثلة. قل إنما أنا بشر مثلكم. لكن فضلهم في المعنويات مثلا الانبياء فضلهم على غيرهم الانبياء الله سبحانه وتعالى فضلهم على سائر الناس وكلا فضلنا على العالمين وحتى في الانبياء بعضهم افضل من بعض وفضلنا بعض النبيين على بعض وهكذا في كل الامور تجد هناك الجيد والرديء والجيد والاجود والرديء والاردأ لان الحكمة اقتضت ان يكون الخلق هكذا والله سبحانه وتعالى حكيم لا يعمل الا طبق موازين الحكمة فمن حكمته أن فضل بعض الناس على بعض. إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله هو الذي اصطفاهم. الاصطفاء أخذ صفو الشيء. خلقهم أفضل من غيرهم. جعل لهم القابلية لأن يحملوا رسالاته. هذا بالنسبة إلى الأنبياء. بالنسبة إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الله كذلك يقول: "ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا". أورثنا الكتاب يعني أورثنا علم الكتاب. علم الكتاب الله سبحانه وتعالى بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله اورثه للذين اصطفاهم من عباده، هم عبيد لله سبحانه وتعالى، لكن الله هو الذي اصطفاهم، وهؤلاء العبيد لله اقسام، قسم هؤلاء الذين اصطفاهم وهم السابقون في الخيرات، بعضهم مقتصدون وبعضهم ليسوا كذلك، فمنهم ظالم لنفسه يعني من العباد. ظالم لنفسه ومنهم مقتصد السابق بالخيرات هو الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى زين لماذا الله اختار هؤلاء ليصطفيهم دون غيرهم هذا بكلام لأن الله سبحانه وتعالى حكيم لا يعمل شيئا خلاف الحكمة وسيأتي تفصيل ذلك لماذا الله سبحانه وتعالى اصطفى محمدا على سائر الأنبياء واصطفى الأنبياء على سائر الناس مثلا واصطفى الأئمة عليهم الصلاة والسلام على الأنبياء باستثناء جدهم محمد صلى الله عليه واله وعلى سائر الناس هذه لحكمة لا عبثا زين الله سبحانه وتعالى اصطفاهم فلهم القابلية لعدة أمور أولاً الولاية لأمر الله سبحانه وتعالى هؤلاء ولاة أمر الله أمر الله يعني الشأن المرتبط بالله سبحانه وتعالى كالإمامة مثلاً الإمامة في الدين والدنيا هذا أمر من أمور الله سبحانه وتعالى شأن يرتبط بالله هذا ما يرتبط بغير الله الله سبحانه وتعالى خلق الناس هو الخالق فهو الذي يعين الامام عليهم هو الذي يعين النبي عليهم هذا مو من شان الناس. الله سبحانه وتعالى كما يقول: "وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخياره". هناك امور الله سبحانه وتعالى اوكلها للناس. الناس مسلطون على أموالهم، الناس مسلطون على أنفسهم، كما في القاعدة الفقهية، الله سبحانه وتعالى أوكل للناس السلطة على أنفسهم، طبعاً ضمن دائرة الحلال. أوكل إليهم السلطة على أموالهم ضمن دائرة الحلال. أوكل لهم أن يعينوا وكيلاً عن أنفسهم في أمورهم ضمن دائرة الحلال، أوكل إليهم. لكن لم يوكل اليهم ان يختاروا النبي اهل مكه كانوا رافضين لرسول الله صلى الله عليه واله واكثرهم لم يؤمن كما في سوره ياسين لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون كان عندهم اعتراض على ان الله سبحانه وتعالى لماذا اختار محمدا صلى الله عليه واله لرسالته لماذا انزل القران على يتيم راعي اغنام ولم ينزل على مثلا ابي جهل لم ينزل على عروه بن مسعود اللي ذاك عظيم الطائف وابو جهل مثلا عظيم في مكه او الوليد بن المغيره عظيم في مكة كان عندهم اعتراض لكن لا حق لهم لأن الله هو الذي خلق الناس والله يختار النبي لهم طبعا اختياره للنبي ليس اعتباطا إنما يصطفي إنسان الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ويجعل له القابلية ثم يختاره لحمل رسالته الناس ما لهم خيارة كذلك في الإمامة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما هذه الإمامة منزلة فوق منزلة النبوة لأن إبراهيم كان نبيا فاختبره الله سبحانه وتعالى بعدة اختبارات اللي أعظمها وأصعبها كان اختباره بذبح ابنه إسماعيل فلما نجح في كل الاختبارات قال اني جاعلك للناس اماما زين ابراهيم قال ومن ذريتي هل هذه الامامه تجعل في ذريتي؟ الله سبحانه وتعالى قال قال لا ينال عهد الظالمين عهدي الامامه عهد من الله هذا مو مرتبط بالناس ليس عهد الناس عهد من الله لذا لم يقل عهدكم عهدهم قال عهدي فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق وهو الذي يختار النبوة ليختار للنبوة من يشاء من خلقه ويختار للإمامة من يشاء من خلقه ما كان لهم الخيارة إذا واحد يقول للناس الحق في اختيار النبي أو للناس الحق في اختيار الإمام هذا يكون شرك بالله لأن الاختيار خاص بالله فلا يحق للناس ان يجعلوا لانفسهم ما هو خاص بالله، واذا جعلوا لانفسهم ما هو خاص بالله فهو شرك بالله سبحانه وتعالى. فاذا ولاة الامر يعني امر الامر المرتبط بالله سبحانه وتعالى الامامه، من يلي ذلك الامر؟ الأئمة المعصومون من أهل البيت يلون ذلك الأمر هذا منصب جعله الله سبحانه وتعالى لهم وأيضا, وأيضا الله سبحانه وتعالى أوحى إلى أنبيائه ما أوحى أوحى إلى آدم إلى نوح إلى إدريس إلى موسى إلى عيسى إلى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعليهم الصلاه والسلام جميعا. وهكذا العلوم التي انزلها الله سبحانه وتعالى في هذه الارض بالوحي. هذه العلوم لم تزل. هذه العلوم ما تلفت وانما هذه العلوم انتقلت من نبي لاخر. الى ان جميع العلوم التي انزلها الله سبحانه وتعالى في الارض وصلت الى رسوله محمد صلى الله عليه واله. من الاوصياء او بشكل كتب ومن رسول الله محمد صلى الله عليه واله وصلت الى الائمه عليهم الصلاه والسلام من مواريث الائمه عليهم الصلاة والسلام العلوم التي نزلت لذا عدنا في بعض الأحاديث أن العلوم التي نزلت على الأنبياء لم ترفع يعني إذا المت... النبي مات هذه العلوم لم تزل بموتهم لا وإنما تنتقل إلى الأوصياء إلى أن وصلت إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام فهي عند الأئمة وكذلك العلوم التي لم ينزله لم ينزلها الله سبحانه وتعالى على الانبياء السابقين، وانما انزلها على رسوله محمد صلى الله عليه واله، فهذه ايضا موجوده عند الائمه. مثلا في الحديث الاول عبد الرحمن بن كثير يقول: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: نحن ولاة امر الله. الامر هنا بمعنى الشان. الشيء الذي هو يرتبط بالله سبحانه وتعالى. نحن نليه من ابرز مصادقه الامامه هذا الشأن يرتبط بالله سبحانه وتعالى عهد من الله وليس عهد من الناس وليس عهدا من الناس هم يلون ذلك الامر وخزنه علم الله وعيبه وحي الله خزنه علم الله الخزنه جمع خازن يعني صدورهم مستودع العلوم التي انزلها الله سبحانه وتعالى على انبيائه وكذلك الكتب التي انزلها بل هي ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وخزنة علم الله وعيبة وحي الله العيبه الصندوق أو ما يشبه الصندوق الذي يستر فيه الأشياء وحي الله سبحانه وتعالى الذي أوحى إلى أنبيائه هذه وصلتهم إما في كتب جميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه كما في بعض الأحاديث مية كتاب مية كتاب أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه تفصيل مذكور في الاحاديث. هذه الكتب الان احنا ليس في ايدينا الا القران الكريم. القران بايدينا، كما انزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه واله، بلا زياده ولا نقيصه. لكن التوراه التي انزلها الله سبحانه وتعالى على موسى ليست بايدينا، وهذه التوراه الموجوده هذه محرفه. الإنجيل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على عيسى، على نبينا وآلِه عليه الصلاة والسلام ليس موجودا بأيدينا، وهذا الإنجيل محرف. الزبور الذي أنزله الله على داود، صحف إبراهيم، الكتب التي نزلت على آدم، الكتب التي نزلت على نوح، الكتب التي نزلت على إدريس. هذه الكتب الآن ليست موجودة بأيدينا إلا القرآن الكريم. لكن ليس معنى ذلك أن هذه الكتب زالت، كلا، هذه الكتب موجودة لكن ليست في أيدينا. هذه الكتب هي من مواريث الأنبياء. وصلت إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. يعني كانت عند عيسى، من عيسى، وصلت إلى أوصياع عيسى. إلى آخر أوصياء عيسى ومن ذلك الوصي وصلت إلى أبي طالب عليه الصلاة والسلام ومن أبي طالب سلام الله عليه مؤمن قريش وصلت إلى رسوله محمد صلى الله عليه وآله ومن الرسول محمد توارثها الأئمة وهي الآن موجودة عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في الجفر الأبيض، جافر يعني صندوق من جلد هذا الصندوق أبيض فيه الكتب التي نزلت على الأنبياء. وعندنا الجفر الأحمر فيها سائر مواريث الأنبياء، فيها سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله، فيها عصا موسى فيها خاتم سليمان وهكذا وهذا تفصيل سيأتي في أبواب لاحقة إن شاء الله تعالى زين الكتب جميعها موجودة التي أوحاها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه هناك وحي من غير الكتب علوم الله سبحانه وتعالى ألقاها في صدر رسوله صلى الله عليه وآله هذه العلوم كلها موجوده عند الائمه عليهم الصلاه والسلام في احاديث ستاتي ان الله سبحانه وتعالى علم رسوله علم ما كان وما يكون وما هو كائن كما علمه الشريعه وعلم الدين كذلك علمه الحوادث ما كان وما يكون وما هو كائن ومن الرسول صلى الله عليه واله انتقلت الى الائمه عليهم الصلاه والسلام. وهذا ليس من الغلو في شيء بل اثبات لقدره الله سبحانه وتعالى هل الله عاجز ان ينقل هذه المعلومات الى نبي اختاره وتنتقل من ذلك النبي الى اوصياء ذلك النبي الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى الله عاجز او قادر الله قادر هل قام عليه الدليل نعم قام عليه الدليل روايات كثيره حتى العامه في كتبهم في صحاحهم يروون أن رسول الله علم الصحابة ما كان وما يكون وما هو كان إذا إحنا نقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليا عليه الصلاة والسلام ومن أمير المؤمنين عليا إلى الأئمة لكن هؤلاء في صعاهم يقولون علم الصحابة والسعون أكثر فالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول نحن ولاة أمر الله وخزنة علم الله وعيبة وحي الله، الفرق بين خزنة علم الله وعيبة وحي الله، لعله المراد بوحي الله الكتب التي اوحاها الله سبحانه وتعالى على انبيائه، والمراد بعلم الله سائر العلوم التي انزلها الله سبحانه وتعالى على انبيائه، وعلم ادم الاسماء كلها مثلا. هذا في الحديث الأول. في الحديث الثاني عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول الإمام: والله إنا لخزان الله في سمائه وأرضه، لا على ذهب ولا على فضة، إلا على علمه. الله سبحانه وتعالى جعلهم خزان علمه لم يجعل الملائكة لم يجعل سائر الناس لا الأئمة عليهم الصلاة والسلام بعد جدهم رسول الله صلى الله عليه واله خزان الله في سمائه وأرضه يعني جميع من في السماوات والأرض من الملائكة من الناس من غيرهم الجن مثلا الروح لأن الروح صنف آخر غير الملائكة ولو أن بعض الملائكة أطلق عليهم الروح كجبرائيل عليه الصلاة والسلام لكن من بعض الروايات استفاد أن هناك صنف آخر غير الملائكة هذا الصنف الآخر يسمى بالروح ومنه روح القدس طبعا روح القدس هو كلي إلى مصاديق إلى أفراد إلى جزئيات وسيأتي تفصيل ذلك كل من في السماوات ومن في الأرض هؤلاء عباد الله سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده لكن من منهم الذي جعله الله خازنا لعلمه يعني جميع العلوم التي أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزلها على خلقه جعلها في قلوب أولئك الإمام الباقر يقول نحن طبعا علم الله سبحانه وتعالى لا حد له علم البشر محدود لكن العلوم التي أراد الله أن يطلع عليها خلقه من ملائكة من ناس من غيرهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هذا الذي شاءه هذا الذي شاءه كله موجود عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام حتى العلوم البشرية الآن العلوم البشرية الآن العلم دائما دا يتطور هناك فروع كثيرة للعلوم هناك اختراعات كثيرة علم الكمبيوتر مثلا وتفاصيله الآن فروع العلوم باستمرار في الجامعات تزداد هل الله سبحانه وتعالى ازلا كان لا يعلم بذلك كله او لا او كان جاهلا بذلك طبعا ما حد من المسلمين يقول ان الله كان جاهلا بذلك واذا واحد قال بذلك فهو كافر انكار علم الله سبحانه وتعالى كفر فالله ازلا يعلم بكل ذلك والله سبحانه وتعالى علم رسوله محمدا صلى الله عليه واله، جميع هذه العلوم اللي الان البشر ده يكتشفها، ده يطورها، ده يخترعها، الله سبحانه وتعالى علم محمدا صلى الله عليه واله رسوله بذلك. ومن الرسول الائمه عليهم الصلاه والسلام يعلمون، لماذا؟ هذا بين قوسين. لانه بعد التقوى التفضيل بالعلم يعني الله فضل ادم على الملائكه باي شيء بالعلم اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. الله علم ادم بعلمه فضل على الملائكه. الملائكه كانوا متقين ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كانوا مؤمنين. لكن فضل ادم عليهم بالعلم. زين اذا في هذا الزمان يجي واحد عنده معلومه دكتور بروفيسور مهندس مخترع عند معلومه ولم يكن يعلمها الرسول صلى الله عليه واله او الامام عليه الصلاه والسلام ففي تلك المعلومه يصير هذا افضل منهم لان العلم هو وسيله التفضيل والله سبحانه وتعالى الخلق الذين اصطفاهم اراد ان يكونوا افضل من جميع خلقه في جميع الجهات فكما هو يعلم ما سيؤول أمر الناس من حيث المعلومات كذلك علم الرسول والأئمة كل ذلك حتى يكونون أفضل من الخلق في كل شيء ومن جملتها في العلم زين فالإمام الباقر يقول والله إنا لخزان الله في سمائه وأرضه زين خزان في شنو خزان في الذهب والفضة له الآن الذهب والفضة في أيدي أبناء الدنيا كثير من الأحيان كانوا يغصبون حقوق الأئمة عليهم الصلاة والسلام ليس من شأنهم أن يكونوا خزان على الذهب والفضة وإنما من شأنهم أن يكونوا خزان على علم الله سبحانه وتعالى طبعا يمكن في يوم من الأيام في فترة من الفترات الإمام أو الرسول يكون خازن للذهب والفضة يكون بيت مال المسلمين بيده كما في فترة حكم الرسول صلى الله عليه واله وفترة حكم أمير المؤمنين بيت مال المسلمين بيده ويحكم في ذلك المال بالعدل ويعدل بين الرعية في ذلك المال لكن هذا أمر جانبي أمر ثانوي الأمر الأصلي أن علم الله سبحانه وتعالى الذي اراد ان يكون عند خلقه العلم عن يعني المعلومات ولا يحيطون بشيء من علمه يعني من معلوماته الا بما شاء هذا الذي شاءه هذا جعل خزانه على الائمه عليهم الصلاه والسلام بعد جدهم رسول الله محمد صلى الله عليه واله سواء في علم الشريعه كل الشريعة الله سبحانه وتعالى أنزلها على الرسول ما كم موضوع أو قضية الرسول ما يعلم حكمها لا الله علمه وكذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام تعلموا من جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك الحوادث ما كان وما يكون وما هو كائن وكذلك الاختراعات والاكتشافات والعلوم البشرية التي تتطور والعلوم التي لم يصل اليها البشر ولا يصلوا اليها كلها يعلمونها وهذا يدخل في ما كان وما يكون وما هو كائن في الحديث الثالث ايضا عن الامام الباقر عليه الصلاه والسلام سدير او سدير يسال الامام قلت له جعلت فداك ما انتم يعني حقيقه وجودكم شنو هي او ما هي فضيلتكم على غيركم؟ لان الناس اختلفوا فيهم. قسم غلوا وقسم قصروا وقسم اعتقدوا بما قاله الرسول والائمه عليهم الصلاه والسلام، الغالي اجى رفعهم الى مستوى الرب والعياذ بالله. هم يقولون نحن عبيد مربوبون، نحن مخلوقون لله سبحانه وتعالى. نحن لسنا خالقين، مخلوقين. هذا قسم من الناس غلوا فيهم. قسم انزلوهم عن مراتبهم التي رتبهم الله سبحانه وتعالى، الخوارج كفروا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، والعياذ بالله. او المراتب التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم انزلوهم عن تلك المراتب. جعلهم ائمه لا يعتقدون بامامتهم، مثلا. وقسم لازم لهم واللازم لهم لاحق. هؤلاء الذين التزموا بالنصوص التي وردت عن الرسول والأئمه عليهم الصلاه والسلام. زين هذا سدير او سدير يسأل الإمام ما انتم؟ شنو حقيقة وجودكم؟ او شنو هي فضيلتكم على غيركم؟ الإمام يقول نحن خزان علم الله كما بينا معنا ونحن تراجمة وحي الله تراجمة جمع ترجمان ترجمان هو الذي يفسر الكلام بلسان آخر منها الترجمة نقول ترجمة من لغة إلى لغة المراد شنو هو المراد أن الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى يفسرونه يبينونه كما قال الله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. رسول الله محمد أفضل الراسخين صلى الله عليه واله ومن بعده الأئمة عليهم الصلاة والسلام يبينون تأويل القرآن. كل علم القرآن موجود عندهم. كما أن الرسول مكلف ببيان القرآن. كذلك من بعد الرسول الائمه عليهم الصلاه والسلام ونحن تراجمة وحي الله، يعني المفسرين الذي نفسر من كل الجهات. ونحن الحجه البالغه على من دون السماء ومن فوق الارض. كل واحد تحت السماء وفوق الارض يعني جميع المخلوقات من ملائكه من ناس من جن. حجة الله عليهم الرسول ومن بعد الرسول الائمه. قل فلله الحجة البالغة وهم حجج الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يحتج بهم على الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفة حقهم ولاتباعهم هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.